معي عبر الهاتف الآن بمناسبة مباراة الأهلي وإنبي غدا إن شاء الله في نصف نهائي كأس مصر كابتن الكبير كابتن محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي. يا كابتن محمد مشرف ومنور كالعادة. حبيبي يا كريم كل سنة وأنت طيب عليك وعلى كل مشاهدينا كمحترم. وحضرتك طيب وبخير يا رب. مواجهة بكرة أكيد مواجهة كبيرة وصعبة وفيها كثير من الطموحات الكثيرة والكبيرة لنادي إنبي. والله طبعا يا كريم الماتش بكرة طبعا كده كده ماتش الاهلي الزمالك الانديه القمه دي بيبقى الموضوع مهم والناس كتيره بتبقى مستنيه، ما بالك بقى ان الماتش ده 90 دقيقه ممكن تخلينا نلعب على بطولتين. صح ان شاء الله يعني واحده بطوله كاس مصر وانك تشارك في بطوله السوبر فالموضوع الماتش بقى مهم جدا خاصه ان انت بتلعب نادي القرن الافريقي ونادي بطل الدوري النسخه الماضيه ويعني اعتقد النادي الاهلي يعني طبعا فانك هتقول هتلعب النادي الاهلي يعني صحيح صحيح خلاص هي الصعوبه جايه من الاسم اصلا يعني مبدئيا يعني بس هو هي دي حلاوه الكوره طبعا يعني ان احنا ان شاء الله طبعا الحمد لله رب العالمين ان احنا مستعدين استعداد كويس للمباراه واتمنى ان هي بس تليك ان هي تبقى قبل نهايه كاس مصر ونعمل جيل كويس يرضينا على الاقل والنتيجه في الاخر هتبقى بتاعت ربنا ان شاء الله. تأجيل المباراه للتاسعه مساء عامل لكم اي مشكله في الترتيبات ولا حاجه ولا عادي؟ لا عادي هو ساعتين ما تفرقش كتير يعني هو ما عندناش مشكله لان كده كده هو الميزه ان احنا هنلعب في توقيت الدنيا تبقى فيه شويه نوعا ما ما فيش حراره فان شاء الله ده هيساعد ان المباراه تخرج في اطار فني احسن. هو كده 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 الجو اليومين دول حلو الحمد لله جو كوره يعني الحمد لله جو نقدر نشوف فيه ونستمتع فيه بالكوره. طيب هل الفريق مكتمل غدا ان شاء الله يا كابتن محمد ولا في الحمد لله احنا ان شاء الله كان عندنا كم اصابه كده كان موفا وزياد كمال فلا رجعوا الحمد لله وجاهزين للمباراه وهيبقى بقى اشراكهم او عدمه حاجه فنيه ان هم موجودين ان شاء الله معنا في القائمه يعني. الانبي من بدايه الموسم شفنا في التشكيله وقائمه الفريق عدد من الشباب بكره هيبقى فيها انا عارف مش بتكلم على امور فنيه بس الشباب دول هيبقى ليهم دور كبير في مباراه الاهلي غدا ولا اكيد هيبقى ليهم أكيد دور اكيد يا كريم ده استراتيجيه النادي طول الوقت يا كريم يعني احنا ميزه نادي انبي يعني الاهلي الزمالك الانديه الكبيره دي بيلعبوا تملي على بطولات ودي الاستراتيجيه بتاعتهم احنا بنحاول احنا كنادي انبي بيبقى لينا ننافس ناخد الكاس مره مرتين عايزين ناخد الثالثه ان شاء الله انما الاستراتيجيه الحقيقيه بتاعتنا هي اظهار هذه النجوم الشابه يا كريم واعتقد ان الحمد لله هي دي الحاجه اللي مميزه نادي انبي ان اغلبيه انديه الدوري الممتاز والمنتخبات الوطنيه من الشباب اللي احنا بنطلعهم دول وده التارجت اللي احنا بنبقى حاطينه قدامنا ان احنا ظهرنا كام لاعب من قطاع الناشئين اللي هم ممكن يفيدوا المنتخبات الوطنيه او الناشئين او المنتخب الاول او حتى جميع انديه مصر يعني في الدوري الممتاز فاحنا الحمد لله هيبقى ليهم دور كبير ان شاء الله وانا كنت لو تفتكر في بدايه الموسم قلت لك ان في اسامي اعتقد ان هي هتسمع الفتره اللي جايه وان شاء الله ده هيبان بكره ان شاء الله يعني. صحيح صحيح. الشكوى اللي قدمها انبي بخصوص المشاركه في بطوله سوبر الابطال هل جالكم رد فيها من اتحاد الكره المصري؟ لا هو كان في رد نزل كده على اليوم السابع يعني ما تردش علينا بشكل اعتقد يرضي اللي احنا كنا مستنيينه لان احنا بالمنطق احنا اتكلمنا كلام منطقي جدا ان انا هعتبر انا الوحيد في الاربع انديه اللي هبقى ممثل كاس مصر يا كريم يعني انا لو كسبت النادي الاهلي بكره ان شاء الله يعني يا رب يعني ان شاء الله انا هبقى ما خدتش الكاس وهم قالوا ان الكاس ملوش ترتيب عشان كده طب ما انا عارف الكاس ملوش ترتيب بس بطوله السوبر اتبنت على ايه؟ على بطل الدوري وثاني الدوري وبطل الرابطه مش كده؟ صحيح صحيح وكاس مصر احنا معانا اتفضل يا كابتن محمد اتفضل اما تيجي تبص للاربع انديه اللي في النهائي في هيلعبوا قبل نهائي كاس مصر اهلي وبيراميدز خلاص وصلوا اول وثاني دوري الزمالك المفروض ان هو عشان انسحب فموقوف من البطوله فانا بقيت انا اقرب نادي في جمهوريه مصر العربيه اللي يلعب ممثل لكاس مصر مفهوم مفهوم. طيب اتحاد الكره لو راح فيوتشر بقى من الاربع انديه من الدوري مفيش ثلاثه دوري وواحد في كاس الابطال مفيش حد ممثل لكاس مصر بالظبط انت عندك حق. طيب اتحاد الكره من شويه كنا واخدين منه تصريحات خاصه هنا للرقم 10 وقال انه اللائحه واضحه واحنا باعتين اللائحه دي لكل الانديه وانه الكلام في هذه اللائحه او انتقاد اتحاد الكره في الاعلام ممكن نقابله ببعض العقوبات رايك ايه؟
يعني ايه، هو انا المفروض مني ان انا اي حاجه تتقال لي اسمعها اقول حاضر من غير ما اناقش؟ ما اعتقدش ان ده يعني ايه عقوبات يعني. هو انا اما اطلب بحاجه حقي توضح لي حقي، لائحه ايه؟ انا ما شفتش اللائحه. الحاجه الثانيه، هو انا اما اناقش بناقش حضرتك، انا نادي انبي ما غلطش في حد خالص، جواباتنا كلها يا كريم او استفساراتنا كلها بكل احترام، عمرنا ما اتكلمنا على حد صح، احقاقا الحق صح. فمحتاجة تقول لي ان انا ناقشك تقول لي تعاقبني؟ ده في انه قانون ده بقى؟ صحيح. لا يعني انت عندك، انت عندك حق. انا دايما انا كده لا افهم ان ده تهديد يعني ولا ايه؟ يعني انا المفروض مني ان انا لما اسمع حاجه مش عجباني او حاجه من وجهه نظر غلط، المفروض انت دورك انك توضح لي تقول لي 1 2 3، انما مش تهددني تقول لي عقوبات. مش فاهم يعني ايه عقوبات يعني هو انا معلش يعني، هو اتحاد الكوره والرابطه موجودين اصلا عشان خدمه الانديه مش العكس. 100% 100% ولا انا بقول غلط؟ لا لا يعني 100% 100%. اتفضل. اخر حاجه اقولها بس، هرجع تاني اقول، عمر نادي انبي ما اتكلم باسلوب غير لائق على اي حد في المنظومه. بالعكس صراحه اشهد على ده، والله اشهد يعني على ده. صحيح. فاحنا بس اما نطلب ان احنا عايزين نستفسر عن حاجه، مظبوط، ده ما يقابلش بان انت هتقول لي لا ده انا هوقفك او هعمل عقوبات او يعني صحيح منطقيه شويه يعني. يعني بتمنى لك كل التوفيق بكره يا كابتن، اتمنى التوفيق لانبي، واتمنى التوفيق طبعا لاهلي يعملوا مباراه. والله ان انا كنت معاك وانا متفائل بيك يا كريم ان شاء الله. ده شرف ليا يا كابتن محمد، انا بشكرك شكرا جزيلا. كابتن محمد اسماعيل مدير الكره بنادي انبي، مره اخرى كل التوفيق لنادي انبي، كل التوفيق للنادي الاهلي، يقدموا لنا مباراه كبيره والافضل يفوز بيها ان شاء الله ويصعد لنهائي كاس مصر. ده فيما يخص انبي وجاهزيته غدا لمباراه الاهلي. وكابتن محمد اسماعيل قال لي ان الفرقه مكتمله تماما بما فيهم نجم الفريق اوفا، هيبقى موجود بكره في تشكيله انبي لهذه المواجهه بحسب رؤيه الكابتن تامر مصطفى، لكن طبيا هو جاهز.